حبيب أهلا وسهلا بك. خطوة مفاجئة من البنك المركزي الكندي، قبله الأسترالي، والآن هذه عم بتثير توقعات في السوق بأنه ممكن أن نرى أيضا مفاجأة من الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق برفع الفائدة. هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا، ما بعتقد رح نشهد مفاجأة ورح نشهد رفع بمعدلات الفائدة. في عدة عوامل تدعم احتمالية أنه الفيدرالي سيتريث ولن يرفع معدلات الفائدة هذا الشهر. الاحتياطي الأسترالي والمركزي الكندي كان عندهم أسباب. معدلات التضخم عادت إلى الارتفاع من جديد، عم نرجع نشوف كنا عودة للأسعار إلى الارتفاع، ومعدلات النمو كمان عم تتحسن. هذا يلي دفع هذه البنوك المركزية أنه ترجع ترفع معدلات الفائدة من بعد فترة بوز طويلة. يعني بنك اوف كندا المركزي الكندي اوقف عمليه رفع الفائده منذ يناير هذا العام، يعني بعد 6 أشهر رجع رفع معدلات الفائده. الاسترالي الاحتياطي الاسترالي ايضا تريث. هلا بس نجي نطلع بالمشهد العام بالولايات المتحده، بعد انكماش ب6 أشهر متتاليه بقطاع الصناعه اظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عن هدوء، او خلينا نقول ستاجنيشن بقطاع الخدمات. هذا القطاع الذي يساهم ب 75% من الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة. أيضا عم نشوف أنه في إشارات على أنه التضخم عم يتراجع بوتيرة أسرع من التوقعات. مؤشر الأسعار الفرعي ضمن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات تراجع هذا الشهر. وأيضا المراجعة إلى الأدنى أو الهبوطية لمعدل الأجور إشارات تنذر من أنه التضخم عم يتراجع. فطبعا الفيدرالي ما رح يرفع معدلات الفائدة بوقت يلي هناك إشارات على تراجع التضخم، وخاصة أنه عدة قطاعات بالاقتصاد الأمريكي عم تتأثر سلبا. طيب ما رح يرفعها بهذا الاجتماع، ولكن في البعض بيعتبر ممكن أنه يقفي هيدا الاجتماع ويرفعها بالاجتماع المقبل. الاختبار الأخير للدولار قبل هذا الاجتماع رح يكون أرقام التضخم يلي رح تصدر يوم الثلاثاء قبل اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء. طبعا إذا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي هذا الأمر رح يرفع من احتمالية التريث وعدم رفع معدلات الفائدة وسيضعف الدولار. أما إذا رجعنا شفنا ارتفاع بضغوط الأسعار، طبعا رح يرجع الدولار يرتفع مع ارتفاع التوقعات برفع معدلات الفائدة. الفيدرالي رح ياخد قراره وفقا للبيانات الاقتصادية. البيانات الاقتصادية حتى الساعة تشير انه ليس هناك حاجة ملحة لرفع معدلات الفائدة حتى الآن. طبعا إذا رجعنا شفنا تحسن بالنمو، إذا تبين انه سوق العمل صلب أكثر من ما ظهر بالفترة الأخيرة، طبعا ممكن يرفع معدلات الفائدة، ولكن حتى الرفع بشهر جولاي بعد منه مؤكد. حبيب، سؤال، ماذا عن اليورو؟ شفنا أرقام منطقة اليورو ضعيفة، شفنا بنفس الوقت عم نشوف دائما تأكيدات من كريستين لاغارد أنه لم ننتهي بعد من السياسة التشددية. برأيك متى سوف تتوقف السياسة التشددية للبنك المركزي الأوروبي؟ معدلات التضخم ما زالت مرتفعة جدا بالمنطقة عن المستهدف، ولكن عم تتراجع ولكن بعدها بعيد كثير، يعني بعدها هي الأعلى بين الاقتصادات الأخرى. فمعدلات النمو بدأت تضعف شوي، هذا أمر صحيح، ولكن استمرار التضخم عند هذا المستويات سيدفع المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة على الأقل بتوقع بعد مرتين قبل ما ياخد بوز أو ياخد استراحة مؤقتة. شكرا لك حبيب عقيقي، كبير استراتيجي الأسواق في تريد بيديا. شكرا جزيلا لك.